صح لا ناس منهم كتير قوي فنانين بصراحه هم مدلعين شويه قاعدين طول الوقت فاضيين مجانين وزس كلهم حالقين شعرهم ما فيهمش ولاد كتير كلهم بنات يعني لبسهم غريب بيبانوا في وسط الناس على طول لا مؤاخذه كده كلهم عيال خشاشي وكنتريش هم محسوبين علينا مهندسين على الفاضي تيجي تقف كده تعملوا ايه بيلونوا مش اخبطوا مش عارف اقدر اقول العيله كلها تقريبا مقتنعين ان انا هطلع مدرسه رسم في مدرسه حكومه عشان تقصصي وتلزقي وبالانك وتلعبي ويا بنتي ازاي صرفنا عليكي كل ده وفي الاخر تدخلي ترسمي وتبهدلي الدنيا والاوضه بقى وانا مش هقعد اوضب الاوضه من وراكي مور اوف كوميونيكيتور اللي هو ازاي يعني بتكلم مع الناس او كده اكتر ما اللي هو يعني فنانه او رسامه وكانوا خمس سنين صعبين جدا واحنا بنتخرج مهندسين اصلا So mainly applied arts has three main majors الميجر الاولانيه product design وبعدين ميديا وبعدين graphics Well applied arts offers a way of designing society differently Engineers tend to tackle it from a technical point of view designers look at the bigger picture Design is a concrete creation out of given condition Okay, so what is product design? Very simply speaking, it's actually trying to make the world a better place. Graphic design here in Egypt is still quite a new subject and people don't know much about it. أول حاجة بنفكر فيها when we graduate هنشتغل فين وإيه؟ One of the most important values I learned is how to self-develop. أكتر حاجة اتعلمتها فعلا في الجامعة إن هي غيرت طريقة تفكيري.